بسم الله. فيشيال مصل اور اكسبريشن مصل. عندي المصل ان ذا فيس فانكشن اوف اتس ذيس مصل اما تكون جاردد فور اوبننج، يعني تكون دايليتر اور سفنكتر فور اوبننج ان ذا فيس. مثلا هنا عندي اوربيتال اوبننج، فاما تكون سوي كونستريكتر or dilator، أو عندي هنا oral cavity فإما تكون dilator or sphincter. nostril إما تكون dilator or sphincter للopening اللي موجودة in the face، هاي muscle of the face. أو الفانكشن الثانية تكون modify، تعبر المود of the face، يعني سواء كان happy angry. هاي الفانكشن اوف ذا ذيس ماسل، ماسل اوف ذا فيس. فراح اخذهن حسب المنطقه اللي موجودات، يعني هنا منطقه ريليتد تو ذا اوكولي، فهاي راح تكون عضله اسمها اوربيكولاريس اوكولي ماسل، اوربيكولاريس اور بي مينينج سيركل، اوكولاريس مينينج اوريكل اي. فهاي العضله اسمها اوربيكولاريس اوكيلي مسل. اوربيكولاريس اوكيلي مسل كونسيست فروم تو بارت، اوربيتال بارت اند بالبيبرال بارت. ذا فانكشن اوف ذا اوربيتال بارت اوف ذا اوربيكولاريس اوكيلي مسل فورسفولي كلوز اوف ذا اي، يعني واحد يغمض عينه بقوه، بينما البالبيبرال بارت اكشن اور فانكشن اوف ذا بالبيبرال بارت جنتلي كلوز اوف ذا اي، مثل حاله بلينكينج من انت ترمش. فهاي الاوربيكولاريس، هاي الاوربيكولاريس اوكيلي، وهاي البالبيبرال بارت اوف ذا اوربيكولاريس اوكيلي. العضله اللي ثالثه ما اشوفها هنا، بس اسمها ليفيتر بالبيبري سوبريوريس. Palpebrae meaning eyelid، يعني levator palpebrae superioris، عضلة ما أشوفها هنا. أيضا هي related to the oculi muscle related to the eye، يعني عندي 3 muscle، 2 أشوفهم وواحدة ما أشوفها. اللي أشوفهم orbicularis oculi muscle. orbicularis oculi muscle راح أقسمها إلى orbital part and palpebral part. بعد العضلة اللي أشوفها related to the nasal cavity or naris، هنا راح تكون عندي transverse nasalis muscle. مفروض عندي هنا related to the nostril alar muscle، ما أشوفها. المهم اللي أشوفها هنا transverse nasalis muscle. أيضا عضلة هنا procerus muscle، procerus muscle. بعد العضلات اللي مصل اللي related to oral cavity راح اسميها oris، اللي هي orbicularis oris، orbi قلنا circle، oris يعني mouth، فهي تكون orbicularis oris muscle اللي هنا رقمها 77، orbicularis oris muscle. عندي عضلة ترفع الشفة العليا وإلها attachment ويا النوز، فراح يكون اسمها ليفيتر لابي سوبريوريس، ترفع الشفة العليا، اليكينيزاي، فهي تكون ليفيتر لابي سوبريوريس اليكينيزاي. هاي العضلة ليفيتر لابي سوبريوريس. المفروض هنا ايضا هاي العضلة اسمها ليفيتر لابي سوبريوريس. عندي ليفيتر لابي سوبريوريس اليكينيزاي وليفيتر لابي سوبريوريس، ليفيتر
ليبي سوبريوريس ليبيتي ليبي سوبريوريس اليكينيزاي. عندي هنا عضله راح على الانجل اوف ذا ماوث، فاذا تكون ليفيتر انجولي اوريس، ليفيتر انجولي اوريس. هنا عضله رايحه على الكورنر اوف ذا ماوث اسمها جاي من الزيجوماتيك بون، اسمها زيجوماتيك مصل. مفروض تو بارت ماينر اند ميجر زيجوماتيك مصل، اسميها كلها مجتمعه هذول الاثنين اسميهم زيجوماتيك مصل. دول ثلاثة المصل اللي هي related to the smile، من واحد يضحك smile. بعد عندي عضلة أيضا هنا اسمها rhizoras muscle اللي هي اللفي مصل، عضلة الضاحكة rhizoras muscle. بما أنه أنا عندي فوق هنا levator anguli oris، إذا عندي أيضا depressor anguli oris على the angle of the mouth depressor anguli oris. بما انه انا عندي ليفيتر ليبي سوبريوريس ايضا عندي ديبريسر ليبي انفيريوريس منتاليس مصل، منتاليس مصل. بعد هنا عندي عضلة باكسينيتر مصل، العضلة البوقية باكسينيتر مصل. هاي العضلة مثل ما حناخذ الاورال كافيتي هي اكسسوري الماستيكيشن مصل، اكسسوري يعني تمنع بقاء الطعام بين تشيك اند جام اند تيث. باكسينيتر مصل. بعد مصل هنا عندي هاي عضله ريليتد تو ذا سكالب اللي هي فرونتال بيلي of the occipital frontalis muscle originating from the skin of the eyebrow insertion to the aponeurosis. نعم هذا aponeurosis insertion، وهاي posterior belly، هاي posterior belly of occipital frontalis muscle. إذن occipital frontalis muscle consists from two bellies، posterior belly of the occipital frontalis muscle and anterior belly of the occipital frontalis muscle. The origin of the occipital part of the occipital belly. Origin of the occipital belly from the superior nuchal line insertion to the aponeurosis of the scalp. أيضا عندي muscle related to the auricle، فهي راح تكون اسمها anterior auricular muscle، superior auricular muscle، posterior auricular muscle. تكون well developed in animal like elephant, horse, cow، rudimentary in a human. anterior, superior and posterior auricular muscle. هاي المين مصل اللي اشوفها مصل اوف اكسبريشن. النيرف سبلاي all these muscles supply by facial nerve اللي هو الموتور نيرف. facial nerve، facial nerve ينطيني 5 branch before passing from the parotid gland اللي هو temporal branch of the facial nerve. Zygomatic branch of the facial nerve. Buccal branch of the facial nerve. Mandibular branch of the facial nerve. Cervical branch of the facial nerve. يعني أي عضلة من هاي المصل اللي موجودة بالفيس supply by facial nerve. بصورة عامة in general. إذا أقول لك be specific مثلا this muscle nerve, give the nerve supply of this muscle، راح تقول لي المانديبولار برانش. بصورة عامة تقول لي فيشال نيرف. إذا أقول لك بي سبيسيفيك راح تقول لي المانديبولار برانش أو ذا فيشال نيرف، مانديبولار برانش أو ذا فيشال نيرف. مثلا فرونتال بيلي أو ذا أوكسيبيتو فرونتاليس مسل، النيرف سبلاي الفيشال نيرف. بي سبيسيفيك
تيمبرال برانش اوف ذا فيشال نيرف. تمام. رايزورس مصل نير سبلاي البكال برانش اوف ذا فيشال نيرف، وهكذا بصورة عامة كل الفيشال نيرف. بس إذا أقول لك بي سبيسيفيك حسب النيرف اللي رايح عليها، مثلا البلاتيزما مصل هنا المفروض عندي بلاتيزما مصل بس هي هنا هير ابسنت. النيرف سبلاي اللي هو سيرفايكال برانش اوف ذا فيشال نيرف. عندي الاوكسيبيتال بيلي اوف ذا اوكسيبيتال فرونتاليس مصل اند بوستيريور اوريكولار مصل سبلاي باي بوستيريور اوريكولار نيرف اوف ذا فيشال نيرف. الفيشال نيرف قبل لا يدخل البروتيد جلاند ينطيني تو برانش ماسكولا برانش اللي هو واحد اسمه بوستيريور اوريكولار نيرف حتى يغذي الاوكسيبيتال بيلي اوف ذا اوكسيبيتال فرونتاليس مصل اند بوستيريور اوريكولار نيرف، واحد اسمه ماسكولار برانش حتى يغذي الستايلو هايويد مصل اند بوستيريور بيلي اوف دايجاستريك مصل، هذا اسمه ماسكولار برانش. بعدين بعد ما دخل باروتيد جلاند ينطيني 5 برانش، واحد من السوبرير اللي هو تيمبرال برانش وثلاثه من الانتيرير هنا شويه مصعد لي فوق ما يخالف اللي هو هذا الزاجوماتيك برانش باكال برانش مانديبيلا برانش سيرفايكال برانش اوف ذا فيشال نيرف. كلهم دول موتور هاي المصل اند نيرف سبلاي. بعد عندي نيرفز هنا اشوفهن، ممكن اشوفهن هنا. هذا النير اسمه سوبرا تروكليار نيرف برانش فروم ذا اوفثالميك نيرف سوبرا اوربيتال نيرف باسنج فروم ذا فورامين اسمها سوبرا اوربيتال فورامين اكومباني وذ ارتري سوبرا اوربيتال ارتري فروم ذا اوفثالميك ارتري سوبرا تروكليار نيرف اكومباني وذ ارتري سوبرا تروكليار ارتري. هنا عندي الانفرا تروكليار ارتري، بما انه عندي سوبرا تروكليار ايضا عندي انفرا تروكليار ارتري. المفروض هاي المنطقه يسميها انجولار ارتري اللي هي منطقه اتحاد الفيشل ارتري ويا الانفرا تروكليار ارتري. هذا كل الفيشل ارتري برانش فروم ذا اكسترنال كاروتيد ارتري اباف للجريتر كورنوا اوف ذا هايويد بون. فاشيال ارتري ينطيني لاترال نيزل ارتري اند سوبيريور ليبيال ارتري انفيريور ليبيال ارتري. هنا ايضا المفروض سمنتال ارتري ما اشوفه ما يخالف هير ابسنت. بعد عندي هنا عند فيس عندي نيرف هذا زيجوماتيكو تيمبرال نيرف فروم ذا زيجوماتيكو تيمبرال فورامين زيجوماتيكو facial nerve from the zygomatico facial foramen a branch from the maxillary nerve infraorbital nerve basic through the foramen infraorbital foramen. هاي العضلة باكسينيتر مصل origin from the pterygomandibular ligament باكسينيتر مصل mental nerve passing through the foramen mental foramen a branch from the inferior alveolar nerve a branch from the posterior division of the mandibular nerve. These main arteries and vessel in the face here auriculo temporal nerve a branch from the mandibular nerve mandibular nerve of the trigeminal nerve. هذا الارتري superficial temporal artery posterior auricular artery occipital artery accompany with nerve cutaneous nerve greater occipital nerve root C2 lesser occipital nerve root C2 a greater auricular nerve cutaneous nerve
supply the skin above the angle of the mandible and above the parotid gland and auricle, greater auricular nerve, root C2, C3, transverse cervical nerve, root C2, C3, cutaneous nerve in the cervical region, supraclavicular nerve. بعدين راح ينقسم above the clavicle ينقسم إلى medial, intermediate and lateral supraclavicular nerve. هاي المين فيتشرز vein, العفو blood vessel, arteries, nerves. الفين هنا مو كلش واضحة, بنموذج آخر واضحة أشرحها بذاك النموذج إن شاء الله. هسا أنا أخذت الارتريز and nerves and muscles of the face and the scalp. شكرا جزيلا.